السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم صهيب الدسوقي من فكرة. النهاردة هنبدأ في الكاركتر ديزاين، كاركتر انيميشن. هنعمل ديزاين النهاردة، وبعد كده هنعمل ريجينج بالديوك، وبعد كده هنعمل انيميشن، سواء انيميشن حاجات ثابتة او ووك سايكل او ماشي او جري، اي حركة هنعملها ان شاء الله. تمام، هنفتح الاستريتور. انا شغال على الستريتور سي سي. هعمل نيو ارتبور، اخليها مثلا اي مقاسات، يعني ممكن اخليها 900 في 900. اوكي، دي الارتبورد بتاعتي. هبدأ ارسم، اجي بالراوند ريكتانجلر تول، هرسم شيب كده. خلونا نجهز الكالر بليت بتاعتنا. انا عندي كالر بليت كده منزلها من على النت، ممكن اعمل لها بليس. ممكن احطها هنا كده. اكبرها شوية. تمام، هبدأ ارسم بالراوند ريكتانجل تول كده. طبعا عندي الاسهم فوق وتحت، بيزود الراوند بتاعتها، بيخليها اكتر يعني دائرية اكتر، الحواف بتاعتها دائرية. فانا بطلع كده معقول كده، اخد اللون ده. تمام، اوكي، ده الشيب ده رسمت بيه الوش. هرسم الودن هنا كده، هقلل بس الراوندد كده اهو، مش جامد يعني كده. مثلا رسمت الودن. ممكن ارسم بعد كده العين، دايرة صغيرة كده، اخدها اديها لون. هنشوف نختار لون من الكالر دي، دي اللون ده كده مثلا اهو. اخد العين كده، ادي العين الاولانية وادي العين التانية. ممكن نصغرهم شوية. نصغر العين شوية ازاي؟ اهو بقف عليها سيلكت و تاني سيلكت اهو، والت مع شيفت واسحب كده. تمام كده، ممكن تكون كده. ممكن اخدها كوبي. اخدها كوبي ازاي؟ اضغط على الت، هيظهر لي علامة الماوس متكرر كده او مشادد كده. خلونا نفتح الماجنيفاير تول دي، هتبقى كويسة اوي يعني، هتطلع كويسة في الشرح يعني. دي كده كويسة في الشرح يعني، عشان تشوفوا اكتر. تمام كده، رسمت العين، رسمت الودن. هرسم، هعمل كنترول سي كنترول شيفت في، يعني كنترول سي كوبي كنترول شيفت في بيست ان بليس، و اصغر ده خالص كده. كنترول تاني، كنترول سي كنترول شيفت في، واعمل سكيل داون كده. هلاقيه كده وصل لمرحلة معينة وما عادش بيعمل سكيل، عشان هو بقى دائري فمش هينفع يصغر عن كده. فانا هشد دي كده وابدأ اعمل له تاني سكيل داون بس كده. ادي دي لون غامق شوية اهو، اللون ده مثلا ده، عشان تبقى الودن كده مظبوطة. هبدأ ارسم مناخير كده هنا مثلا كده اهو، مش طويلة اوي، الى حد ما لطيفة. هقفل دي بس، هنزلها تحت كده المناخير. ممكن ارسم البق بقى بالبين تول كده، ارسم حاجة كده من هنا اهو. سوري، رسمت ال هخلي ده ستروك بس،
ازاي؟ شايفين دي ماجنيفاير تول راحت فين؟ شايفين دي؟ دي كده هقف سيلكت عليه واعكس، يبقى كده الستروك بقى هو اللي فيه اللون. وابدأ ازود الستروك من هنا اهو، هروح على ستروك واخلي الكورنر بتاعته الكاب بتاعته راوند كاب من ناحيتين، فهيبقى كده بالشكل ده. جميل جدا. ممكن ابدأ ارسم الشعر اهو، هبدأ ارسم كده، ممكن من هنا كده طبعا. انا شرحت الاستريتور قبل كده، لو حد مش عارف انا بعمل ايه، انا بتحكم في البين تول دلوقتي عشان ارسم الشعر. هقفل ده كده تمام، اخلي ده فل، اعكس كده تمام، هبدأ ارسم شيب تاني من هنا كده. ويجي كده اهو هنا كده مثلا، وابدأ اخد ده كده اهو وانزل بيه كده كده، اطلع تاني كده واقفل ده بقى هنا كده، اقفل ده كده اهو كده. رسمت الشعر تقريبا، هعمل لهم الاتنين سيلكت مع بعض وكنترول وحرف الجيم اللي هو الليفت براكت كده اهو، كده 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 انزلهم لحد ما ينزلوا تحت الود تمام. كده كده رسمت الشعر، ممكن اديله لون من هنا مثلا من الكالر باليت دي، اديله اللون ده اوكي. كده الشعر اترسم، ممكن اطلع دي السنة فوق كده مثلا ممكن، لا انزلها تاني كده تمام. كده ابدأ ارسم الرقبة بالراوند ريكتانجل تول من هنا كده، وابدا اسحب كده الى حد ما دي كويسه، اديها لون الوش كده تمام، هخليها يمين شويه عشان هو في ناحيه يعني هو باصص ناحيه اليمين تمام. هبدا اخد اجيب الريكتانجلر تول دي وابدا ارسم البادي. البادي غالبا يا جماعة بيكون يعني الوش انت رسمه اهو، البادي بيبقى تلت يعني، تحط وش الناحية دي ووش الناحية دي تقريبا يعني، ده في الحقيقة. انما احنا في هنا بنحاول نقربه بقدر الامكان بحيث الموضوع ما يبقاش يعني، ممكن يبقى كده تمام، ونطلع ده فوق شوية اهو، ونديله لون الكالر بليد بتاعتنا اللون ده مثلا، لطيف اللون ده. نرجع ورا كنترول وحرف الجيم اهو تمام كده، بس انا حاسس الرقبة طويلة يعني، ممكن نصغرها شوية تمام كده. حلو جدا، احنا كده رسمنا البادي كده. طيب انا عايز ارسم الحاجة اسمها التورسو اللي هي الوسط هرسمه دائري، شيب لاير دائري، هاجي واقف هنا كده وارسم دايرة كده اهو
جميل جدا. الدايرة دي اطلعها، ممكن اطلعها فوق شوية. بس نكبرها شوية. طلعها فوق شوية. تمام، دي اسمها تورسو. تمام، ممكن نكبر ده شوية تحت وننزل دي تحت شوية لحد ما الموضوع كده. تمام، أبدأ أرسم الإيد بقى، أرسم دايرة كده، سيركل كده عادية. تمام، وأبدأ أرسم راوند ريكتانجلر تول كده أهو. لا، هنرسم ريكتانجل على طول يعني، خلاص طالما انا رسمت الدايرة دي كده هرسم ريكتانجل كده. انزل بس تحت الى حد ما مناسب كده، اخد ده كوبي، كنترول سي كنترول شيفت في، ارجع بده ورا السنة كده، اخلي تحت ده ابيض. تمام، جميل جدا. هوصل الاتنين دول ببعض، الشيب بيلدر تول كده اهو، سوري كنترول زي، هاخد ده مع ده، ممكن نعملهم كده اهو. عندي ده الابيض تحت لسه زي ما هو. تمام، ادي كده الايد دي، ممكن ناخدها نحطها هنا كده. تمام، هاخد ده مع ده، كنترول جي، ابدا ارسم الايد بقى، دايرة هنا كده، شيفت اكبرها شوية. وأديها لون البشرة طبعا، دي الإيد أهو اللون بتاع الرقبة ده، وأنزلها تحت القميص، تحت القميص بس. أيوة، بس عايزين نظبطها بقى يا جماعة. ننزل تحت شوية كده، ممكن كده، لا نطلع فوق شوية. تمام، مش مظبوطة قوي لكن ممكن نظبطها بقى يعني، نشد ده كده بس كده. دي الايد دي خلاص كده، ايد اهو كنترول جي كده، ايد واحدة. الايد التانية اهو، اخدها كوبي، اخدها هنا كده. هو ده ليه فيه ستروك؟ ده فيه ستروك، امال ايه الابيض ده؟ اه طيب، نروح كده نشوف هنا في مشكلة. في مشكلة، هنقف على الاخضر ده. نقف على الأبيض ده أهو، الأبيض ده وندخله جوه شوية أهو. تمام كده، أخد ده كوبي ومشي كده. خلونا نظبط ده شوية، شمال يمين شوية بس، وناخد ده كوبي اهو.
ونرجعه ورا بقى كنترول جي جيم، كنترول حرف الجيم، وافضل ارجع ورا لحد ما يرجع ورا كده، بقى ورا الترس كده. تمام، هبدأ ارسم بقى الرجل راوند ريكتانجل تول، اطلع كده بس وابدأ ارسم رجل اهو تقريبا كده الى حد ما مناسبة. هبدأ اديها لون غامق عندها شوية اهو عشان تتميز يعني، واخدها كده ادي التورسو نفس اللون، بس التورسو دي هخليها تحت البادي عشان يبقى الموضوع، التورسو دي هخليها تحت البادي كده 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 كده. البادي ده يا جماعة ممكن نعمله كده، جميل جدا. ممكن ناخد الدايرة دي نكبرها شوية بس، ناخد الرجل دي نطلعها فوق شوية كده. تمام، اخد ابدأ ارسم بقى الشوز هنا، بس قبل ما ارسم الشوز هعمل حركة كده. طيب اخد الرجل دي بره تاني اهو، وابدأ شايفين النقط دي، اجي منها كده بالالت، اجي منها واشد كده اسحب بره. تمام، هرسم برضو دايرة صغيرة هنا كده من السنتر، الت وشيفت لحد ما تقفل على المستطيل ده اهو، عشان دي بس اللي هتحرك عليها. خلينا نشوف، اه لا الدايرة اكبر، نصغرها سنة. تمام كده ظبطت اهو، هاخد الشكل ده كنترول سي كنترول شيفت في، و اطلعه فوق شوية اهو، واخلي تحت واعمل ده مع ده، اعمل لهم سيلكت واختار ده، واخلي ده لونه لون الايه الجلد. اهو اخد دول كنترول جي اهو، احرك كده. تمام، ابدا ارسم بقى ايه الشوز، ارسم شيب برضو كده بس هقلل الراوند الراوندنس بتاعتها كده شوية اهو، نرجع ورا السنة. تمام كده، وهرسم دايرة هنا كده، كنسل، هظبطها السنة كده، خلونا نظبطها كده اهو بالظبط كده كده مثلا. صغر الدايرة دي شوية كده، خدها ممكن كده، وممكن بقى نرسم حاجة كده زي ايه بنتول عادي، ارسم بقى حاجة كده
كنترول سي كنترول شيفت في والف دي كده. اي مش مشكلة يعني، التفاصيل الصغيرة دي هي مهمة، بس يعني على حسب تخيلك يعني. انت لازم تبقى رسم سكتش قبلها. ممكن نخلي الجزمة لونها حاجة كده اهو، واخد ده اللون ده هو لون ده، ودول يرجعوا ورا كنترول جي جيم. اوكي خلاص كده دي الجزمة بتاعتنا. ارجع دول كلهم بقى كنترول جيم اهو، ده مش نافع. لا كنترول دال تاني، حرف الدال اهو، تمام كده. نزلها تحت شوية، جميل جدا كده الجزمة بتاعتنا اترسمت. اخد ده كنترول سي كنترول زد، هعمل دول كلهم جروب كنترول جي، واخد ده كوبي كده اهو كده بالظبط. وهقول لكم على الطريقة بقى، هنرجع ده ورا كنترول حرف جيم كنترول شيفت جيم، هيرجع اخر حاجة لان ده هيبقى ورا. بس هاخد هغير اللون بتاع ده بتاع البنطلون ده، اخليه جامد داركر يعني، اغمق من ده عشان هو البعيد. وكذلك ممكن الجزمة برضو لونها عشان يعني يبقى اغمق سنة بسيطة يعني، يا دوب كده مثلا. وكذلك ده ياخد نفس اللون، تمام كده. احنا تقريبا رسمنا الكاركتر، رسمنا شعره ووشه وبقه وايديه الاتنين. هنبدأ بقى نشوف هنشتغل بيه ازاي، هنجهزه للافتر افكت ازاي. خلاص الكاركتر اترسم عندي اهو، تمام جميل جدا. طيب هنفتح قائمة اللاير، فين ندخل دي تاني كده لاير اهو، وابدأ اعمل كذا لاير. اسمي دي مثلا هيد، لا الهيد هتتقسم حاجات يعني عشان نبقى اي وعندي نوز. هنعمل كذا لاير كده، نوز وعندي ماوس وعندي اير ويد وعندي فيس، فيس نفسه بقى، وعندي نيك، عندي بودي، عندي تورسو، عندي فرونت هاند، باك هاند، عندي فرونت ليج، عندي باك ليج، تمام كده. رسمت كده، عملت اللايرز بتاعتي. ابدا اخد بقى ارتب بقى الفيس ده، هيبقى تحت خالص، النيك تحتيه، تمام. بعد كده يعني الحاجات اللي فوقيه دول هم الراس، ممكن ناخدهم فوق كده، كل ده فوق اهو. ناخد الباك ليج ورا شوية اهو، باك ليج لا كده اهو، تبقى فوق الفرونت ليج. اوكي النك اخد اقف عليها، شايفين العلامة دي، اشدها واحطها في النك، تمام. الفيس هاخدها مع الشعر،
اهو، ويبقى وده يتحط في لير الفيس. خلونا بقى نطفيها على ما نخلص. الايز ده يتاخد على اللير الاي، نوز ماوس اهو، اير فوق، تمام. بادي فين اهو، تورسو اهو، فرونت ليج اهو، فرونت ليج، باك ليج اهو. عندي بعد كده فرونت هاند اهو، باك هاند اهو. بقى عندي بعد كده هنا ايه؟ مش بقى حاجة. نشوف كده، خلاص كده كل حاجة انا عايزها على لاير، كل حاجة انا عايزها. بس انا حاسس ان في حاجة غلط. الباك ليج لازم تنزل تحت الفرونت ليج، تمام. برضو عندي هنا التورسو، التورسو فين؟ بادي، البادي يطلع فوق التورسو، التورسو ترجع ورا اهو، ده دي ترجع ورا التورسو، اوكي، وترجع كده، اوكي. التورسو صغرت كده، دي صغرت كده، هي مصغرتش على حاجة، الإيد بس اللي مدري عليها. الباك هاند ترجع ورا البادي اهو، ورا التورسو كمان، ايوه تمام كده. كده الكاركتر مظبوط، وكده نقدر نسيبه للافتر افكت، ونقدر نتحكم فيه جوه الافتر افكت، ونقدر نعمل له ريجنج جوه الافتر افكت بنفس الطريقه دي. هنشوف دي طريقه في الرسم، وده ستايل في الرسم. الستايل التاني ان انا باجي على الايد مثلا، الايد فيها كام مفصل، فيها كام حاجه، فيها مثلا العظمه اللي فوق دي كده، العظمه اللي فوق دي عظمه، وبعد كده عندي الكوع هنا، وبعدين في عظمه تانية، وبعدين عندي الايد. فانا بقسم كل حاجه في شيب لوحده، في لير لوحدها، اوكي. يعني باجي ارسم الايد على 3 لير، ودي الطريقه الاصعب، تمام. لكن الطريقه الاسهل هي دي طريقه، ودي طريقه في التحريك، دي ليها ستايل، ودي ليها ستايل في التحريك. خلونا نشوف دي، ولو عوزت التانية نبقى نعملها في درس تاني. أتمنى يكون الدرس ده أفادكو، ومستني تطبيقاتكو. ما تنسوش تدعمونا بلايك سبسكرايب وشير. شكرا لكم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.